أخبار اليوم. أعتقد أنا إحنا سؤالي ليك يعني هو مش هكمل الانتخابات. الإجابة دي سمير زاهد يتردد إن سمير زاهد مش هيكمل دخول الانتخابات، رأيك إيه في الموضوع؟ وأنت ليه ما بتردش عليه؟ يعني هو يعني أنا بلاحظ إن هو بيهاجمك كتير. بس أنا هكرر كلامي. سمير زاهد أخويا الكبير ولا يمكن أن أتجاوز حقه أبداً. عشرة العمر والصداقة والمحن والفرح، استحالة أنا اتربيت إن أنا ما. طب إحساسك إنه هيكمل زي ما بيقول كده الأستاذ؟ والله أنا يعني طبعاً هو حر في رأيي، انما طبعا لو صحته يعني عنده القدره يكمل. سمير زاهر قال لنا ان بوكس الفيفا هيوصل مصر قريب. البوكس اللي بيلعب والله بص اقول لك حاجه، احنا جماعه اقول لك حاجه، وانا برضو ما بتهزش بالكلام ده. ماشي، انا ابن الحاج حسن ابو لوك اكل على ذلك. مين يرد عليك؟ فاهم يا عمر؟ يقول لك انا قلت اكل على طبليه ابوك. فالحمد لله. لا بالعكس، ده لازم هو يفتخر ان ابن بلده. هناك كتب خرجت كتير، مفيش حد ايه كتاب سماني الدكتاتور الامريكي اللي انت عايزه. في كتب في الكتاب الراجل الانجليزي اطلق على هنا بريدة الدكتاتور الامريكي، وفي كتاب اخر قال لك صاحب النضاره السوداء ناديه لطفي. ما يعني انت بتلوم سمير زاهر على انه عيب؟ بتقول له عيب ما صحش يعني عندك واحد؟ هو قال مظبوط بقى، انا لا اهتز. يا طيب كلمه عيب دي حلوه، يعني عيب ان انت يعني ابن بلدك الناس بره بيقدروا دي حاجه كويسه. يعني الناس كلها تقول والله والله انا بريده واقف ثابت، وانما هو سيبيه اعتقد انه بيهزر. طب ايه سيرتك الموارع اللي تخليه هو